ماشي معايا تقريبا. يا صباح الفل، ايه يا باشا الحركات الجامده دي؟ ورينا يا ريس. ما شاء الله ابو زمره، انا اللور الجميل ده جايبه منين؟ إيه؟ عندك يا باشا؟ لا والله، يعني انا اللي بحوله. صباح الفل، معكم احمد شلتوت على فيشنج اند هانتنج، اتعلم من نفسي. النهارده شغالين كاستنج، تاني يوم فك الحظر وربنا ييسر الحل. ما شاء الله ما شاء الله، وزنها 15 جرام دي شهور. مبروك عليك يا ريس. ما شاء الله ما شاء الله، هيطلع بيه ما شاء الله. ها كيس ما شاء الله، كيس اطلع بيه. ايوه امال ايه، ممكن كيس فيه خاتم ذهب ولا حاجه. هاتوا بقى السمك ده، اصطاد لي شويه منه، عايز منه ارميه حي. رميت عليه ولا ايه؟ هجيب لك انا جردل كده احط لك فيه شويه ميه، تديني سمكتين ثلاثه من دول. نرمي دي حي. صغيرة قوي بس يعني ان شاء الله تمشي الحال.
ايوه بياضه بتجري وراها، بياضه بتجري وراها كام؟ قطعت. لا ده فكت، خدت الفك. ان شاء الله على طول اول ما اترمت. معناه ان في بياض بس عايز حي. خلاص هو جاي معايا بقى. عجبه المشي معايا ده، ماشي معايا خلاص. سميه ايه؟ ريكس؟ يلا يا ريكس يلا بينا تعال. مصمم. تعال تعال، ده بيفهم، هو بيفهم عربي حلو. تعال. لا هو الحل تشيله كله، شيله شيله.